أيها الأخ الحبيب سمير، أتريد أمة الله هذه ستريدا الواقفة هنا زوجة لك؟ نعم. وأنت أيتها الأخت المؤمنة ستريدا، أتريدين عبد الله هذا سمير الواقف هنا زوجا لك؟ نعم. فيديو من عرسكم بكنيسة مار شرب بدير مرمرون عناية، كيف تعرفتي على الدكتور سمير جعجع؟ تعرفت عليه بالصدفة، كنت مارقة عند عمي جبران نايب السابق ببشري، بالصدفة كان هونيك، يعني قربت سلمت عليه. هلا فيما بعد عرفت انه عجبته وبيوصفني بيقول لي شو كنت لابسة بالضبط. قال لي اعجبت بهالصبية الطويلة اللي لابسة جينز. قلت له كتر خيره هالجينز لكان اذا عرفني عليك.